ننطلق مشاهدينا الكرام بتحدي، ننطلق بالإثارة مع الثامن أشواطنا هنا في التحديات الجميلة، وشوطنا الثامن الخاص مشاهدينا الكرام بالإبكار هنا لأبناء القبائل الإذاع للأربعة كيلومترات، ولا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام إكحال هناك لمحمد بن يمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي، من سجلت 6 دقائق 9 ثواني في صباح هذا اليوم في الشوط الأول الرئيسي هنا بظهورها الثاني في خلال هذا الموسم ومشاركتها المتميزة وإنجازاتها هنا أيضا، ونقطتين في رصيدها هنا بهذا الأداء الجميل. نتابع صدارة هذا الشوط ونسير مع سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هدنة، هدنة على المركز الثاني، ولكن أرى التسلل، التسلل من خيرة لحسين بن جروان بن عابد، من تنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث طموح عبد الله بن محمد الغويص السويدي، وهناك هدنة لمنصور بن سيف بن خلفان الغويص السويدي. وعلى المركز الخامس هنا شعار بن واس ياتينا مع لولو وعلي بن عبد الله بن علي بن واس لقتبي، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من أمجاد لعبيد بن محمد بن ذويب العامري، بدأت تتسلل في هذه اللحظات هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط هنا وهذه التحديات، وأرى التسلل هنا طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من خيرة، خيرة لحسين بن يروان بن عابد، من تنطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني أمجاد هنا أو القادمة سلام، سلام في المركز الثاني، خليفة بن قميص بن سعيد الهاشمي، وأمجاد في المركز الثالث، أمجاد لعبيد بن محمد بن ذويب العامري، من تأتينا على المركز هنا الثالث في هذه اللحظات وتتسلل إلى المركز الثاني وفي طريقها في التحدي الجميل. المركز الرابع، نتأخر وناخذ المركز الرابع لأن الثلاث ابتعدا ما شاء الله ابتعاد مميز جميل هنا للغاية، وهنا المركز الرابع تأتي هدنة على المركز الرابع، هدنة لمنصور بن سيف الغويص السويدي، تنطلق على المركز الرابع. والمركز الخامس هنا الذيبة لراشد بن خلف بن مطر بن علوان لقتبي، من يأتينا بالذيبة على المركز الخامس. ها هي إذن الخمسة المراكز الأولى، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، واليبانة يأتينا هنا عند المراكز الثلاث الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط. هنا أمجاد من غيرت على الصدارة، غيرت على المقدمة وعلى المركز الأول. عبيد بن محمد بن ذويب العامري انطلقت بالصدارة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني خيرة لحسين بن يروان بن عابد، تنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا المنطلقة سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، من تأتينا على المركز الثالث. هذه هي الثلاثية الجميلة، ولكن هنا أمجاد من انطلقت على التحدي، انطلقت بالفوز وبالناموس هنا في هذه الانطلاقة الجميلة الجميلة، ما شاء الله باعدت المسافة، خلاص يا أبو محمد خلاص باعدت ما شاء الله أمجاد بتحدياتها وبثاراتها. سلام مدينة العين، سلام سلام سلام، تحية احترام بهذا الانطلاق الجميل لأمجاد عبيد بن محمد بن ذويب العامري هنا بالتحديات والإثارة المتميزة الجميلة. شكرا على
بالذويب على هذا الفوز المميز. سهيل بن محمد بالذويب، سعيد بن محمد بالذويب، لهم التحية على فوز أمجاد هنا. سلام مدينة العين سلام، ولحظة الوصول إلى خط النهاية، المر بدون أي منافس ما شاء الله. المركز الثاني، المركز الثاني هنا، الوصول على المركز الثاني هنا، هازيق علي بن راهد بن ضبيعة. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام خيرة حسين بن يروان بن عابد والجزيرة لثاني بن علي بن حميد الرزي، فاجأتنا هنا بالانطلاق والتحدي وبالخصم من أتى في المركز الخامس. وما شاء الله راح التوقيت، راح التوقيت ما شاء الله تبارك الله، 6 دقائق 7 ثواني هو التوقيت الزمني لأمجاد، أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظة. بعدك حال هنا تأتينا أمجاد بالتوقيت الأفضل، 6 دقائق 7 ثواني توقيتها الزمني المميز. تهانينا لعبيد بن محمد بالذويب العامري ولكافة ألب الذويب على هذا الفوز الجميل والتوقيت المميز.